قال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هانو إن مصر وصربيا تربطهما علاقات تاريخية على المستوى الثقافي، موضحا أن صربيا من البلاد التي تشترك مع مصر في نقاط عديدة جدا على المستوى الثقافي. وخلال فعاليات افتتاح أيام الثقافة الصربية، أعرب هانو عن أمله في زيادة التعاون المشترك مع صربيا في المستقبل ومع مختلف الدول على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا أن مصر منفتحة على جميع دول العالم، وأن وزارة الثقافة حريصة على نشر الثقافة المصرية عالمياً.